السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة من برنامج اليوم الثامن. مشاهدينا، في هذه الحلقة عندنا ثلاثة مواضيع أساسية لمناقشتها مع ضيوف الحلقة. الموضوع الأول حول استمرار الميليشيات الحوثية في جرائم الانتقام والإبادة الجماعية لسكان مديرية العبدية وقصف مدينة مأرب المكتظة بالسكان والنازحين بالصواريخ والطائرات المسيرة. في الموضوع الثاني نتناول فيه اتهام المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان المجلس الانتقالي بقيامه بعمليات تهجير قسرية لسكان ونازحين في حي جبل الفرس بمدينة كريتر بعدن، وذلك بقوة السلاح وإحراق منازلهم. أما في الموضوع الثالث والأخير من هذه الحلقة نناقش فيها الوضع الصحي في المناطق غير المحررة التي ما تزال خاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية، لا سيما مع الأخبار المتداولة حول انتشار مرض الجدري المائي في عدد من الأحياء السكانية في العاصمة صنعاء. نبدأ النقاش بعد فاصل قصير. أهلا بكم ومشاهدينا الكرام من جديد. يتواصل التصعيد العسكري المستمر لميليشيا الحوثي الانقلابية والانتهاكات والجرائم الإنسانية التي ترتكبها تجاه المدنيين والنازحين في مأرب، لا سيما مديرية العبدية، وما تتعرض له من جرائم انتقام وإبادة جماعية من قبل هذه الميليشيات الحوثية وقصف قرى منازل المدنيين. كما تواصل أيضا استهدافها للمدنيين والسكان في مأرب بالصواريخ البالستية و الطائرات المسيرة. المصادر تؤكد أن ميليشيات الحوثي اختطفت أكثر من 500 شخص في مديرية العبدية بعد أيام من سيطرتها على مركز المديرية ومناطق فيها. أيضا تواصل مداهمة المنازل واقتحامها لهذه المنازل. أيضا سمحت لمسلحيها بنهب الممتلكات الخاصة والمزارع، فيما طالب مجلس الأمن الدولي مؤخرا طالب ميليشيات الحوثي الإرهابية برفع الحصار فورا عن مديرية العبدية في محافظة مأرب والتوقف الفوري لإطلاق النار على مستوى اليمن عموما. مجلس الأمن أيضا عبر في بيان صدر بإجماع أعضائه الـ15 دولة خلال اجتماع عقد لبحث الحالة في الشرق الأوسط عن قلقه من تعثر مساعي السلام في اليمن، داعيا الأطراف إلى التعاون الجاد مع المبعوث الأممي. مشاهدينا الكرام، للحديث عن هذا المحور أو هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ سعود سعيد اليوسفي، نائب رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة مأرب، عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. حياك الله أستاذ سعود. يعني كيف تصف لنا بداية ما يحدث حاليا في مأرب عموما ومديرية العبدية على وجه الخصوص؟ بالنسبة لما أحدث في مأرب يا أخي، هي استمرار للمعارك التي تقوم بها الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران وقصف المخيمات النازحين وقصف السكن الساكنين. مأرب الآن فيها 2,622,000 حسب آخر إحصائية، وهناك يوجد نزوح داخلي من المديريات التي سيطر عليها الميليشيات الحوثية. المعارك مستمرة منذ 7 سنوات، والميليشيات تقوم بعمل خارج الأخلاق وخارج عن القيم. وقد كان الحصار العبدية مديرية هذه العبدية، هذه مديرية نائية، مديرية العبدة لا تقع في خط، ليس هدفا عسكريا للحوثي. يعني هذه المديرية يعني حاصرها الحوثي منذ فترة طويلة وقام بضربها بالصواريخ، و قصف المستشفى الوحيد الذي كانوا الجرحى يعني يتجهون إليه رغم أنه يعني بدائي. طيب. الميليشيات الحوثية تستمر في إجرامها، والعالم والمجتمع الدولي يستمر في الصمت. هناك يعني ما عاد هي مجاملات، هناك يعني صمت دولي مطبق. تمام، لم يتحركوا لتلك المديريات التي حاصرها الحوثي والتي قصفها بالأسلحة، وكذلك يعني هدم أكثر من 8 قرى، وحتى دخل للجرحى في بيوتهم في منازلهم، وهناك أسرى لديه. لابد من صحوة ومعرفة الأخطار المحدقة. هذه ضرورة، وهذه المعركة هي معركة استراتيجية للأمة العربية، هي أم المعارك. لابد من دعم الجيش، لابد من توحيد الموقف العسكري والسياسي،
هناك 35,000 يا أخي من المواطنين العزل الذين يعني يواجهوا مصيرهم في مدينة العبدية. لماذا هذا الصمت؟ نعم في مدينة العبدية هناك يعني جرائم. نعم نعم طيب. وكذلك يا أخي سقوط العبدية يعني هي بعد نزول الحوثي إلى مديرية حليب تعتبر العبدية يعني محاصرة، وأنه لابد من إيجاد خطة استراتيجية للحرب لإشراك جميع الوحدات العسكرية في العمال القتالية وضرورة يعني تحريرها وتحرير المناطق التي دخلت تلك الميليشيات. كما أشير أخي العزيز أن هناك المنظمات والجمعيات الإنسانية والإغاثية في إطار المحافظات المحررة لم تقوم بدورها، وقام الحوثيين بإنشاء دائرة في صنعاء يعني ويتم التواصل مع العالم من هناك، وكذلك يعني تنسيق الشؤون الإنسانية ويعمل في صنعاء. وكلما طالبت الحكومة الشرعية بنزول تلك المنظمات والجمعيات إلى 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 المناطق الشرعية يرفضون، فذلك تجد أن الدعم يتحرك إلى الميليشيات الحوثية. بالله عليك لما نرسل لهم يعني كل 6 أشهر يعني 50 إلى 60 سيارة يعني من أجل نزع الألغام، وهم الذين يزرعون الألغام، من الذي يزرع الألغام في اليمن يا أخي؟ معروف هذا الكلام. طيب ذكرت أستاذ نحن هنا في مهد. تفضل. نعم ذكرت أستاذ سعود بأنه يعني المديريات العبدية ليست هدفا عسكريا للحوثي، فلماذا هذا الحصار ولماذا اقتحمها ولماذا ينكل الآن بسكانها ويعتقل الكثير من سكان هذه المديرية ويحرق المنازل؟ لماذا كل ذلك وهي ليست هدفا عسكريا كما أشرت؟ هذه المديرية وقبائلها الذي نوجه لهم كل التحية والتقدير، منها القائد المؤسس يعني العميد أو اللواء عبد الرب الشدادي رحمة الله عليه، رحمة الله عليه، والذي أسس الجيش الوطني. نعم. هذا الرجل يعني وقبائله وربعه ومن حيث هم الذين كانت لهم شرف الوقوف مع أبناء قبائل اليمن وقبائل المارب بشكل عام، لكن الحوثي يريد لديه حقد دفين، يريد أن يدخل ويدنس هذه الأرض الطاهرة من أجل أن يلتقط له صور فيها وكذلك أجرم فيها. هو يعني لم يكتفي بدخولها يعني، لكنه أجرم وقام بقتل العزل وقام يعني في المستشفى وقام يعني بعمل لم اختطافات الآن يا أخي العزيز، اختطافات. ونحن حتى قطع الاتصالات يعني قطع الاتصالات على هذه المديرية يعني، والعالم لا نجد يعني حتى إدانة. ما واجب طالب الأخوة الأشقاء في التحالف وقيادة الدولة باتخاذ إجراءات عاجلة وتوحيد الموقف العسكري. يا أخي نحن نريد أن نتوحد مع المجلس الانتقالي، مع جبهات الساحل، مع كل من يقول أنهم ضد الميليشيات الحوثية. نريد الحكومة بالنسبة للسعود، الحكومة رئيس الوزراء وزارة الخارجية خاطبت الكثير من الجهات الدولية، خاطبت الأمم المتحدة، مجلس الأمن، ووضعتهم أمام صورة ما حدث في مديرية العبدية ومأرب واليمن عموما من قبل هذه الميليشيات الحوثية الإرهابية. حتى بالأمس مجلس الأمن الدولي أدان بشدة الحصار اللي تفرضه ميليشيات الحوثي على مديرية العبدية. إذا كل ذلك أنت برأيك هل ممكن أن يقوم مجلس الأمن الدولي أو المنظمة الدولية أو المجتمع الدولي عموما بإجراءات لاحقة بعد هذه الإدانة، أم أن الأمر يعني لا يعد عن كونه إدانة فقط ككل مرة فقط؟ يا أخي نحن صحيح نحن ناشدها عبر الخارجية وعبر العالم، لكن لا نعول عليهم. يا أخي العزيز أضافوا الميليشيات الحوثية ضمن دوام الإرهاب، والشهر الثاني للرئيس بايدن يعني لغى هذا القرار من هذه القائمة. يا أخي العزيز نحن نريد يعني أشياء واقعية على الأرض، نحن نريد توحيد الموقف، نحن نريد يعني الجيش والقوات المسلحة والقبائل لا بد لهم من دعم يعني عسكري ووصول يعني أسلحة متطورة ومتنوعة وتوحيد الموقف العسكري. وأبناء مأرب وأبناء اليمن لن يسكتوا على هذه الجرائم وسيواصلون التحرير وسيواصلون الدفاع مهما كانت. يعني نحن نعرف أن العالم اليوم موقفهم يعني مجامل مع الميليشيات، بل يتماشى معها ومع مصالحها ومع جندتها. يا أخي المشروع الإيراني لا يمكن أن يكون في اليمن ولا يمكن القبول به، سواء قاتل الشعب اليمني 6 سنوات أو 7 سنوات أو 10 سنين. ويجب على كل الدول العربية وعلى كل الوطن أن يشعر بالمسؤولية ويشعر يعني بأن هؤلاء ضد الـ ضد الـ ضد الـ ضد الـ الأمة اليمنية العربية. هذا مشروع فارسي لا يؤمن أخي. نعم. لا يؤمن بشيء غير قضايا فارس وغير. نعم. إذا أنت لا تعول أبدا على الموقف الدولي
تعول ايضا على 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 كما ذكرت انت لابد من صحوه ودعم الجيش وتوحيد الصف الوطني في مواجهه هذه الميليشيات الحوثيه. يا اخي العزيز انا اقول لك الان انا يعني العميد طارق نسمع له تصريحات يعني في الساحل وزاره تعز وهذا شيء ايجابي، لكن نقول يجب انه الحكومه هذه والتحالف ينهوا هذا اتفاق السخم، هذا اتفاق المشؤوم. يعني احنا ما فيش عداء بيننا يا اخي ودول الامارات العربيه المتحده او اي دوله يا اخي، وان حصلت هناك مواقف فاحنا عرب ونحن مسلمين، والتحالف اتى لنصره اليمنيين والعاد الشرعيه تمام، لا نرجع للمناكفات السياسيه والمناكفات التي يعني يستغلها الحوثي ويقوم مهاجمه المدن ويبصف يعني المدن. يعني شيء لابد من تغيير الاستراتيجيه للتحالف وتغيير التعامل مع الجميع، لان مصلحه اليمن وانتصار اليمن ويا اخي اليمن هي المدخل الرئيسي للوطن العربي، فاذا تركوا الحوثي يعني يستمر في قصفها وفي محاصرتها فان العواقب ستكون وخيمه، مع اننا نقول ان شاء الله انه ابناء اليمن وابناء مارب والجيش الوطني سيدحرون هذه الميليشيات وسيقهرونها وستنتهي، لكن لابد من التفكير بطريقه استراتيجيه والبحث عن تحالفات يعني وعن تواصل من اجل انه تنفيذ اتفاق الرياض تتحرك الالويه يا اخي اللي موجوده في عدن وفي الضالع يعني فوق اتجاه مسرح عملياتها. لماذا تبقى واقفه كل الجبهات يا اخي العزيز؟ انا قد تكلمت معكم في 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 لقاء سابق، الجبهات يعني اكثر من 30 و 40 جبهه، لماذا تتوقف الجبهات وترك مارب يا اخي الوحيده الذي تقاتل هذا المشروع الصفوي الايراني؟ ليس هناك عقول؟ نحن نسمع دائما ان هناك ما الذي سيحدث اذا تحركت كل هذه الجبهات استاذ سعود؟ هل سيتغير مسار المعركه؟ الحوثي يجمع قواته يا اخي العزيز، الحوثي يجمع قواته وهو الذي يبدا المعركه يجمعها الى 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 مارب، كل الجبهات هم اصحاب يعني ابناء الضالع والقوات اللي في الضالع، اول امس تحركوا قليل فوجدوا المواقع خاويه، لماذا لا هناك يا اخي لابد من اعاده خطه استراتيجيه ومشاركه جميع الوحدات والتوجه نحو العدو، اما ترك الامور هكذا فالوضع يعني صراحه يعني الوضع بحاجه الى صحوه من القياده العسكريه على المستوى المركزي وعلى قياده التحالف، لابد من اعاده النظر وتفعيل كل الجبهات. هناك يا اخي عندي منطقه الخامسه في حجه وعندي في صعده وعندي في كذلك يا اخي العزيز، هنا عندنا المنطقه الاولى والثانيه هذه في حضرموت، لماذا لا تشارك تلك الوحدات ولم تشارك معنا في يوم من الايام؟ لماذا تشارك الدبابات والدروع؟ ماذا يحتاجونها في سيئون وفي المكلا؟ ماذا يريدون منها؟ الامن هناك مضبوط وابناء حضرموت وابناء المناطق هذه يعني منضبطين والدوله هي مستمره، لماذا لا الاخ الرئيس يعني الناشد خلال هذا الاتصال بالتوجيه تحريك لواء او الويه الدروع، لماذا لا تحرك الى مارب والى شبوه وتحررها؟ يترك الامور هكذا، هذا شيء يعني صراحه غير منطقي. نترك هذا التساؤل، اننا ندعو هنا. نعم تفضل أكمل تفضل. دعوتك لمن؟ أنا دعوتي يا أخي الأخ رئيس الجمهورية القائد على القوات المسلحة وبإصدار توجيهاتها الكريمة بتحريك يعني عدد من الوحدات العسكرية من المنطقة الأولى والثانية لمناصرة أبناء شبوة وأبناء مارب، لماذا بقى الوحدات يا أخي هناك؟ نعم. إذا وضحت الصورة أستاذ ناشد الأخ نائب رئيس الجمهورية. نعم إذا وضحت الصورة أستاذ سعود. هذا ليس صحيح. نعم وضح الصورة، شكرا جزيلا لك الأستاذ سعود سعيد اليوسفي نائب رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة مأرب وعضو اللجنة الدائمة، شكرا جزيلا لك. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في هذه الحلقة في المحور الثاني منها. اتهم المرصد الأوروبي المتوسط لحقوق الإنسان المجلس الانتقالي بتهجير عشرات الأسر في محافظة عدن، والمرصد الحقوقي عبر في بيان له عن قلقه إزاء تنفيذ قوات المجلس الانتقالي الجنوبي عمليات تهجير قسرية للسكان في حي جبل الفرس بمدينة كريتر. المرصد دعا المجلس الانتقالي إلى وقف عمليات التهجير القسري فورا واحترام الحماية المفترضة للمدنيين في قواعد القانون الدولي الإنساني. في السياق قالت رئيس مؤسسة الدفاع للحقوق والحريات هدى الصراري إنه بعد تهجير 200 أسرة من
جبل الفرس والبوميس في كريتر بقوة السلاح من قبل ميليشيات وصفتها بالمسلحة، يتم اليوم إحراق منازلهم. تساءلت المحامية عبر تويتر، هل هذه الأعمال تحت إشراف السلطة المحلية بعدن؟ وهل المحافظ يعلم بالذي أقدم عليه مسلح والانتقال من تهجير قسري للأسر النازحة؟ للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ محمد عبد الكريم المصري، مدير مكتب نائب رئيس الائتلاف الوطني الجنوبي. مساك الله بالخير. بالنور ومسي عليك وعلى كافة المشاهدين. بداية أستاذ عبد الكريم، ما هي قراءتك لما حدث ويحدث في جبل الفرس بكريتر تحديدا، وما سبب يعني هذا الإجراء تحديدا؟ ما يحدث في جبل الفرس الذي يسكنه النازحين من محافظة تعز ومحافظة الحديدة الذين هجروا من قراءهم بسبب قمع وحصار المنشآت الانتقالية وبسبب غياب الدولة من القيام بواجبها في محافظة تعز والحديدة. وما يحصل اليوم هو يعني عمل مجانب كل ما تعنيه الكلمة، ولم يعمل هذا الأعمال إلا شخص أو مجموعة أشخاص أو مجموعة منشآت خارجة عن النظام والقانون. نعم. وما بالنسبة لاعتقالات الشباب وتهجير الأسر وحرق عشرات المنازل، هذا عمل منشآت وأصحاب المشاريع الصغيرة الذي هدفهم يا أخي الكريم تحقيق مصالحهم ومصالح من يدعمهم، وما يجري اليوم بعدن عمل مدان كل ما تعنيه الكلمة. طيب إيش المصلحة أنه تهجر يعني من هذا القمع والتهجير تحديدا؟ هو المصلحة من هذا العمل أولا هي انطلقت هذه انطلقت أحداث كريتر الذي شاهدها الجميع الذي حصلت بين أطراف من الانتقالي، وليس حسب ما يزعمون لأن شخص من تعز وشخص من بدريوين، عرفت؟ فنحن عندما نتحدث يجب أن نكون نحط النقاط على الحروف. ما حصل في عدن هي مواجهات حصلت بين أطراف من الانتقالي على مساحة على أرض تم بيعها بمبالغ كبيرة جدا بالدولار، واختلفوا على القسمة، ثم تواجهت هذه المكونات هذه الأشخاص الذين يتبعون الانتقالي واختلفوا فيما بينهم، وصارت هناك مواجهات راح ضحيتها أبناء كريتر. نعم. وعند اختفاء إمام ذهبوا إلى قمع أبناء تعز النازحين وإلى قمع العمال الذي يشتغلون يبحثون عن قوت يومهم في عدن باسم أنهم يتبعون إمام، وهم في الصحيح ليس لهم علاقة بأي أعمال سياسية. يعني أنت إذا سعد الكريم أنت تربط الآن ما بين ما حصل قبل فترة من مواجهات مسلحة ما بين فصائل الانتقالي وما بين ما حدث ويحدث الآن في عمل كنتر. مرتبط. هذا العمل مرتبط، وهم عادوا للمساكين الضعفاء الذين يبحثون عن قوت يومهم للنازحين وأحرقوا سكنهم، وهناك من يقول بأن أحراق السكن وأحراق هذه الأمور أنها كانت مباني عشوائية. في أي قانون وفي أي دولة وفي أي نظام يتم ذكر هذه الأشياء بأنه يتم حرق البناء العشوائي؟ هناك تصدر أوامر ويصدر بديل، يعطونهم بديل سكن بديل المكان هذا الذي تم بناء عشوائي، ولكن هؤلاء جعلوها أعذار وهمية. نعم. طيب هناك من يقول بأنه أيضا هذه المنطقة جبل الفرس يعني منطقة استراتيجية وتطل على كل كريتر، وبالتالي يجب أن يتخذ إجراء لحماية المنطقة كما يقال. إذا بحديثهم أنها منطقة استراتيجية، فأين هم منها قبل اليوم؟ وأين هم منها قبل أحداث كريتر وقبل اختلاف قيادات الانتقالي فيما بينهم البين؟ يجب يا أخي الكريم أن نكون واضحين وأن نضع الناس جميعا. وهناك من يتحدث ويقول مدير الأمن ومحافظ عدن يتبعون للشرعية وإلى آخره، وهم فقط استخدموا اسم هذه المناصب التي تتبع الشرعية لتحقيق مطالب عصابات تتبع ميليشيات الانتقال. نعم. إذا شكرا جزيلا. فقرة أخيرة بس كنت أود أن أستفسر منك حولها، يعني ما الذي يريد الانتقالي تحقيقه من وراء كل هذه الانتهاكات تحديدا؟ هو سؤال أخير معك. الانتقالي بكل وضوح يريد إفشال الشرعية ومشاريع صغيرة تخدمه وتخدم من يدعمه. باختصار، ولكن نحن يا أخي الكريم قبل أن ننهي الفقرة، نحن نناشد المملكة العربية السعودية الذي لها الدور الفعال في إيجاد حل بين أبناء جنوب اليمن وإيقاف نزيف الدماء، والذي صاغوا اتفاقية الرياض وهم الراعين لها، بكون لا حل أبناء عدن ولا حل لنا جميعا في مواجهة منشآت حوثية أو في إنهاء الصراع الداخلي فيما بيننا إلا تنفيذ اتفاق الرياض وتنفيذ الشكل العمي والعسكري بأسرع وقت وعودة الحكومة إلى محافظة عدن. نعم. إذا شكرا جزيلا لك الأستاذ محمد عبد الكريم المصري، مدير مكتب نائب رئيس الائتلاف الوطني الجنوبي، شكرا جزيلا لك.
مشاهدينا الكرام، وتنضم أيضا إلينا عبر الهاتف الأستاذة هدى الصراري، وهي رئيس مؤسسة الدفاع للحقوق والحريات. السلام عليكم، مساك الله بالخير. وعليكم السلام ومساء الخير. أستاذة هدى، كيف تابعتي ما حدث في جبل الفرس في كريتر، يعني وما هي التداعيات ويعني هذا الحادث حول تهجير عدد من الأسر هناك؟ طبعا تهجير عوائل من الأسر المهمشة يبلغ عددها أكثر من 200 أسرة، هم من الأسر المهمشة الساكنين في محافظة عدن في المناطق النائية والمناطق الجبلية، وهم أصلا من التركيبة السكانية لمحافظة عدن، بالإضافة إلى مجموعة من الأسر النازحة التي جاءت هربا من ويلات الحرب من المحافظات الشمالية. طبعا التهجير جاء على خلفية أحداث كريتر بين ميليشيا النوبي وميليشيا الانتقالي المتصارعة بينها البين. تم اتهام هؤلاء الأسر بأنهم عبارة عن خلايا نائمة وأنهم يزاحمون أبناء محافظة عدن بالخدمات، وطبعا هذه كلها ادعاءات تعزز المناطقية وتعزز العنصرية الطبقية بين أبناء عدن. بالتالي هذا فعل مدان، وهو انتهاك للتشريعات الوطنية وانتهاك لمبادئ الدستور في المواطنة، وكذلك أيضا للتشريعات الدولية. بالتالي هم مواطنون يمنيين، من حقهم العيش في أي مكان. وإذا كان فعلا مثل ما تدعي ميليشيا الانتقالي والتي قامت بتهجيرهم إنهم يسكنون في أماكن تاريخية أو أماكن عشوائية كما قالوا، هي مناطق جبل الفرس هو عبارة عن مناطق تاريخية، لكن للأمانة يعني المنطقة يسكنها منذ القدم، يعني منذ فترات طويلة هؤلاء الأسر، وثم التحقوا بهم أسر نازحة، لكن من واجب السلطة المحلية أن توجد حل لمشكلة هؤلاء وأن توجد أماكن بديلة بدلا من تهجيرهم بهذه الطريقة. طيب. وإحراق منازلهم بشكل تعسفي. طيب يعني أسلوب الحرق أسلوب جديد يعني كما نعلم، ودعيني أقف معك عند نقطة محددة، هل هناك انتقائية في التهجير أم أنه الجميع يجب أن يغادر هذه المنطقة ويهجر منها؟ طبعا حسب ما رأينا يعني مؤخرا أنه تم تهجير كل الأسر المتواجدة في جبل الفرس دون إيجاد مأوى آخر لهم، والغالبية العظمى من هؤلاء الأسر هم من الأسر النازحة التي جاءت هربا من ويلات الحرب من المحافظات الشمالية، والجزء الآخر هم من أبناء المنطقة نفسها، يعني ساكنين منذ زمن طويل في هذه المنطقة، بالتالي ليس هم دخلاء على المنطقة. يعني كل ما هنالك أنه يتم يعني الإدعاء بأنه هذه منطقة تاريخية وأنهم عشوائيات، هما ليس عشوائيات، المنطقة نفسها سوف يتم طرد السكان منها وبناء منطقة عسكرية فيها. طيب إذا كان هم فعلا يعني يحاربوا مثل العشوائيات هذه والبسط على الأماكن التاريخية، لماذا لا يجدون لهم أماكن بديلة؟ لماذا لم يتم إزالة على قدم المساواة بعض الأماكن التي تم البسط فيها والتنفذ عليها من الصهاريج ومناطق أخرى تاريخية في محافظة عدن؟ نعم، لعل البعض يربط، يعني هل ما حدث فعلا كما أشرتي، أم أنه هناك من يربط بين ما حدث مؤخرا في كريتر من صراع ما بين وأنه حملة اعتقالات تمت على أبناء مدينة كريتر وعلى على على مؤخرا على جبل الفرس؟ هي ممارسات تعسفية بكلا الأحوال. يعني هؤلاء هم سكان ومواطنين يمنيين، وبالتالي ينبغي على السلطة المحلية التدخل وحل مثل هذه الإشكالية ونقلهم إلى أماكن أخرى وتعويضهم عما أصابهم من ضرر. كذلك أيضا مسألة حرق ممتلكاتهم، حرق منازلهم وتدميرها، هذه كلها أعمال منافية للقوانين وأعمال ينبغي محاسبة القائمين على من قام بها، كانت بعلم السلطة المحلية أو كانت من غير علم السلطة المحلية. كذلك أيضا هل السلطة التي قامت بها، هل الميليشيات المسلحة التي قامت بها
يعني لجأت للقانون، وهل لديها أمر من السلطات قانونية مخولة بإعطاء أوامر لإخلاء هذه الأماكن فعلا؟ لكن للأمانة كل هذه الممارسات هي ممارسات يعني انتقائية، وممارسات عبارة عن انتهاكات جسيمة بحق طيب مواطنين. من هي الجهة المفترض تقوم بهذا؟ يعني المفترض أن الأشغال عامة وليس المجلس الانتقالي، ليس كذلك؟ هناك مؤسسات دولة ينبغي القيام بمثل هذه الأعمال، ولا ينبغي الإقدام على مثل هذا الحرق أو تدمير الممتلكات. وبأمر قضائي أيضا، هناك أمر قضائي، وهناك جهات رسمية تقوم بإشعار الأسر ونقلهم إلى أماكن آمنة، وتعويضهم عن منازلهم، وتعويضهم عن الممتلكات التي يعني يتم نقلها أو تدميرها خلال التنقل. لكن للأسف كل ما تم هناك تعسف، تهجير قسري، لحد لليوم يتم إحراق المنازل التي كان يسكنها النازحين ويسكنها أبناء المناطق التي كانوا يسكنون فيها من يعني الفئات المهمشة التي لا يوجد لديها أي مصدر بالدخل، وبالتالي اتخذت من العشش والبلوكات يعني البناء البسيط أماكن لإيوائهم. أين سوف يذهبون هؤلاء الأسر؟ طبعا لا أماكن سوف تؤويهم، ولا يستطيعون على دفع الإيجار، وبالتالي الشارع هو ملجأهم الوحيد في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها أبناء محافظة عدن. طيب أستاذ هدى، ألا تجد بأنه تعطيل القضاء قبل فترة في عدن ولخبطة الأمور، يعني ألا ترين بأنه ساهم بشكل كبير في بقيام المجلس الانتقالي بمثل هذه الانتهاكات؟ طبعا تعطيل القضاء هو من أهم تداعيات الانتهاكات التي تحدث في محافظة عدن، من أجل السكوت عليها وعدم يعني إقدام الضحايا على تقديم شكاوى وبلاغات عن الانتهاكات التي ألحقت بهم ضررا. بالتالي إيقاف مؤسسات إنفاذ القانون، إيقاف القضاء، المشاكل التي بين نادي القضاة الجنوبي وبين مجلس القضاء الأعلى، وبالتالي تعطيل مؤسسات إنفاذ القانون، هذه كلها ممارسات متعمدة لكي يتم يعني شرعنة مثل هذه الانتهاكات والسكوت عليها، وعدم إقدام الضحايا على تقديم الشكاوى والبلاغات، وعدم النظر في مثل هذه الانتهاكات الجسيمة التي تلحق بالمواطنين أضرارا. نعم. طيب يعني هناك من يرى بأن يعني دعينا نتقمص شخصية الانتقالي بأنه يقوم بهذا يعني ضمن سلسلة من الإجراءات التي تخدم القضية الجنوبية، هل هذه الإجراءات تخدم القضية الجنوبية فعلا أو تضرها بشكل كبير؟ على العكس، يعني مثل هذه الممارسات، مثل هذه الانتهاكات التي يقدم عليها الميليشيات هي تضر القضية الجنوبية. يعني المطالبة بالحقوق لا يتم عبر انتقاص حقوق الآخرين. يعني هما يطالبوا، يعني القضية الجنوبية هي قضية حقوقية ومطلب عالي للجنوبيين، وبالتالي الانتقاص من حقوق الآخرين لإحقاق بعض المطالب هذا يعني لا يتم، ولن يتم الوصول إلى مثل هذه المطالب، وهم ينتقصون من حقوق الآخرين وينتهكون ويتخذوا من القضية الجنوبية يعني ذريعة من أجل وقوع انتهاكات بالمواطنين الآخرين. هؤلاء المواطنين هم مواطنون يمنيون، ونحن في ظل الجمهورية اليمنية هناك قوانين وهناك دستور ومبادئ دستورية وتشريعات ينبغي الكل الخضوع لها، وكذلك أيضا مؤسسات دولة يجب أن تمارس من خلالها مثل هذه القوانين، وبالتالي الإقدام على خرق هذه القوانين هو انتهاك صارخ بحق المواطنين الذي يتقع عليهم مثل هذه الانتهاكات. نعم، انتهاك صارخ. لعل البعض أستاذ هدى يتساءل إلى أين تقود هذه الانتهاكات العاصمة المؤقتة عدن، يعني مثل هذه الأمور إلى أين تتجه بعدن؟ للأسف يعني مثل هذه الانتهاكات ومثل هذه الممارسات خلينا نقول يعني اللا إخلاقية يعني بحق المواطن، يعني اليوم المواطن يفتقد إلى الأمن الإنساني، يفتقد إلى الأمان، لا توجد أي مؤسسات مخولة بحماية القانون، القضاء اليوم معطل، يعني حتى منظمات المجتمع المدني العاملة في الميدان لا تستطيع التحدث بمثل هذه الانتهاكات، ولا تستطيع الوقوف على مثل هذه الظواهر، وبالتالي ما يحدث الآن هو يعني يجعل المواطن على شفاء هاوية. يعني لا توجد مؤسسات يشتكي أو يبلغ المواطن عن مثل هذه الانتهاكات، ولا يوجد قضاء ينظر في مثل هذه الانتهاكات ومثل هذه القضايا.
كذلك أيضا لا توجد هناك دولة ولا توجد قوانين ولا توجد أي نظم، كل ما هنالك هو ميليشيات تتحكم بكل ما يحيط بالمواطن من أمن وأمان واقتصاد وكل شيء، وخدمات معطلة، وبالتالي هناك يعني حالات من الفقر المدقع، انعدام الخدمات، انعدام الأمن، كل سبل العيش الكريم في عدن يفتقدها اليوم المواطن البسيط الذي هو متضرر من مثل هذه الممارسات. كذلك أيضا المؤسسات المخولة بحماية حقوق الإنسان، لا توجد أي مؤسسات ترصد مثل هذه الانتهاكات. يعني كنا نعول على اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، لكن للأسف مثل هذه الانتهاكات التي تحدث واللجنة الوطنية تغض الطرف عنها ولا تنزل إلى مثل هذه الأماكن لرصد وتوثيق مثل هذه الانتهاكات، هي جريمة كبيرة يتم السكوت والتغاضي عليها. نعم، برأيك يعني وصفت الآن بأنها جريمة التغاضي عن 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 هذه الانتهاكات، ما الذي يجعل هذه المنظمات أو اللجنة الوطنية تتغاضى كما أشرت قبل قليل بحسب رأيك عن تتغاضى عن هذه الانتهاكات؟ لا أعلم، ولكن حتى اليوم لم تزر اللجنة الوطنية مثلا هؤلاء السكان الذي تم تدمير منازلهم، لم تقوم اللجنة الوطنية أو حتى منظمات حقوقية داخل عدن بزيارة الأسر المتضررة من أحداث كريتر، لا توجد أي إحصائية يعني رسمية. طيب دور الحكومة أستاذة هدى، هذا دور يعني أين دور الحكومة اليمنية؟ أليس وزارة حكومة بلادنا الحكومة؟ أليس وزارة حقوق الإنسان هي من الحكومة؟ أيضا اللجنة الوطنية أليست هي مخولة صادر عن رئيس الدولة؟ وبالتالي هي من مهامها القيام برصد وتوثيق والتحقيق في مثل هذه الانتهاكات التي تحدث داخل عدن. لكن دعينا نكون واضحين، اللي يمسك بزمام الأمور في عدن هو المجلس الانتقالي. في هذه الحالة أستاذ هدى، السؤال الذي يطرح نفسه، ما هي الرسالة التي يريد إيصالها المجلس الانتقالي من خلال هذه الأعمال؟ لا نقول يعني نقول إحنا انتهاكات، لكن دعينا نقول هذه الأعمال قد تكون من وجهتنا، ما هي الرسالة التي يريد إيصالها من خلال قيامه بهذه الإجراءات في 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 كريتر؟ المجلس الانتقالي للأسف يحمل المسؤولية الحكومة، والحكومة تحمل المسؤولية المجلس الانتقالي عن سوء الخدمات وتردي الأوضاع وازدياد الفقر وانهيار العملة داخل عدن. وبالتالي فعلا اليوم المسيطر هو المجلس الانتقالي. لا توجد دولة، لا توجد مؤسسات الدولة. وبالتالي الرسالة التي سوف يصلها من الأوضاع في عدن أن عدن اليوم هي عبارة عن غابة لا توجد أي مؤسسات دولة فيها، وبالتالي شريعة الغاب هي التي تحكم محافظة عدن للأسف. نعم. وتحكمها ميليشيات مسلحة خارج عن إطار الدولة. شكرا، إذا نكتفي بهذا القدر. أستاذ هدى الصراري، رئيس مؤسسة الدفاع للحقوق والحريات، شكرا جزيلا لك. أهلا بكم مشاهدينا الكرام جديد في هذا المحور الأخير من هذه الحلقة. مشاهدينا، انتشر مجددا في عدد من الأحياء السكانية في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية الإرهابية مرض الجدري المائي، وذلك في ظل استمرار انهيار المنظومة الصحية. مصادر محلية قالت إن مواطنين بمختلف فئاتهم العمرية أصيبوا بوباء الجدري المائي في أحياء متفرقة من صنعاء، منها حي سنينة وحزيز وشملان ومذبح وكذلك سعون. أشارت هذه المصادر إلى أن من أسباب تفشي الوباء في أوساط المواطنين إهمال وتدهور القطاع الصحي وتأخر ظهور علامات الإصابة أيضا وقلة الوعي والعلاقات الأسرية والاجتماعية. المصادر الطبية أيضا أشارت إلى أن عودة وباء الجدري تأتي بعد عامين من انحساره في صنعاء ومناطق أخرى. للمعلومات أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ تيسير السامعي، وهو المتخصص في المجال الصحي والإعلام الصحي تحديدا. السلام عليكم، مساك الله بالخير. أهلا وسهلا أخي، حياك الله. أستاذ تيسير، يعني ما هي المعلومات المتوفرة لديك حول هذا المرض وكيف ينتشر تحديدا؟ والله يا أخي بالنسبة للمعلومات، هي المعلومات شحيحة جدا، لأنه نحن لا نستطيع أن نحصل على أي معلومات كون
القطاع المعلومات والتواصل الوبائي في صنعاء، في وزارة في صنعاء، يعني أعتقد أنه لا يعمل بشكل صحيح، وحتى ولو عمل فهناك تكتم شديد على المعلومات. يعني معلومات الترصد الوبائي التي من المفروض أن تكون يعني تكون بمتناول بيد الجميع، هذه الآن أصبحت من الصعب أن تحصل عليها، خاصة في مناطق صنعاء وما حولها. نعم. طيب أستاذ ياسر، بسبب أنه هناك تكتم. تفضل أكمل أكمل. نعم. تفضل أكمل. نعم نعم. طيب سؤالي الآن، المرشات الحوثية ستصير تمنع اللقاح، لقاح الجدري ولقاح الكوليرا ولقاح كورونا، بحجة أنها يعني تعد كما بحسب رؤيتها أنها مؤامرة كونية ضدها، يعني كيف تفسر ذلك؟ والله إذا صحت هذه الأخبار، أخبار انتشار أو عودة وباء الجدري، فهذه تعتبر كارثة صحية بكل ما تعني الكلمة من معنى. الجدري اختفى من اليمن في عام 1976، يعني الآن أكثر من 45 عام على اختفاء هذا الوباء. فأن يعود هذا الوباء مرة أخرى، فأعتقد أننا ستدخل في دائرة الخطر، وخطر كبير جدا أن تعود أوبيا كانت جزء من التاريخ يعني. فأنا أعتقد أنه إذا فعلاً إذا صحت مثل هذه الأخبار، فبصراحة نحن أمام كارثة صحية كبيرة جداً، وتستدعي منا الوقوف بحزم، وأمام مثل بحزم، وأيضاً تدعو أيضاً يعني المنظمات الدولية والمنظمات المحلية أنها يجب أنها تقف موقف حازم، وأن تقف أن تعمل على إيقاف العبث عمد الذي يحدث في القطاع الصحي. نحن دائما ننادي منذ سنوات ونقول بأنه القطاع الصحي يجب أن يظل قطاع محايد بعيد عن التجاربات السياسية، على الأخوة السياسيين أو يبتعدوا عن القطاع الصحي ويتركوا الأطباء يقومون بعملهم بعيد عن التجاربات السياسية والتدخلات السياسية. هذا اليوم ما يحدث، وهذه الأخبار المفزعة يعني بصراحة المخيفة جدا، هي نتيجة التدخل والعبث بقطاع الصحة، يعني أن يعطى الأمر إلى غير أهله، أن يسند الأمر إلى غير أهله، أن يأتي ناس من خارج القطاع الصحي ليس لهم معرفة بالصحة ولا معرفة بالقطاع الصحي. نعم. ولا من ذلك، من ذلك ولا طيب من ذلك من هذا التدخل أستاذ ياسر الذي وصفته بالتدخل، يعني تسخير كل المستشفيات وال الجانب الصحي للعائدين للجرحى من الجبهات الميليشيات الحوثية، وجعل المواطن يلقى مصيره بعيدا عن هذه الخدمات الصحية، كيف تنظر إلى ذلك؟ يا هذا نتيجة التدخل، هذا هو نتيجة يعني نتيجة الفهم القاصر أو يعني المفاهيم المغلوطة يعني ويعني ويعني اتخاذ التدخل بالأمور الصحية، يعني أصبحوا ينظرون للموضوع الصحي وانتشار الأوبئة كقضية أمر قومي. الأمراض الصحة معروف بكل دول العالم أنها قطاع خدمي يقدم خدمات للناس، دائما يبقى بعيد عن الحروب، بعيد عن الصراعات، بعيد عن التجاوزات السياسية. الأطباء عملهم عمل إنساني بحت، الأطباء يعملون يعني بكل دول العالم، يعني حتى الذي تشهد حروب نزاعات الأطباء يعني يبقوا محل احترام وتقدير من الجميع، لا أحد يتدخل في أعمالهم، لا أحد يقترب من 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 من, من أعمالهم، يظلون يعملون بعيد عن كل الصراع، لأنه هذا طبيب، هو عمله عمل إنساني، الطبيب الذي يقوم يقدم العلاج للمريض، لا أحد يتدخل بعمله لأنه هذا عمله. كذلك الطبيب الذي يقوم بالعمل الوقائي أو التوعية الوقائية والطب الوقائي أيضا الأصل ألا يتدخل بعمله. عندما يأتي سياسي فقول سياسي لا يفهم شيء، لا يفهم بالعمل الطبي وليس له أي معرفة بقواعد الطب ويتدخل في عمل بالعمل هذا، تكون نتائج كارثية. نعم. لا لكن أنا مشاهد هذه الكارثة موجودة تيسير في صنعاء، وإجبار الأطباء على اتخاذ ممارسات معينة تجاه هذه الميليشيات الحوثية.
نعم أخيرا اسمع السؤال. أقول بأنه هذه ما وصفته أنت قبل قليل بالتدخل السياسة والساسة في الموضوع الطبي هذه كارثة، وتحديدا هذا ما تقوم به الميليشيات الحوثية في يعني تسخير كل واعتداءاتها أيضا على الأطباء داخل المستشفيات وممارسات قمعية حتى على الأطباء أنفسهم. كيف تصف هذه الجوانب أنت؟ ولو أنني أشاهد يعني نعم أخي شوف أنا هنا لا أجد كإعلامي متخصص بالإعلام الصحي أو كأحد أعضاء كعضو من أعضاء القطاع الصحي إلا أن أوجه نداء وأتوجه برسالة إلى جميع إخوان الأطباء في صنعاء أو في غير صنعاء. أتوجه لهم رسالة أقول لهم إنه قد آن الأوان إلى أنكم أن ترفعوا أصواتكم وتقفوا موقف واحد صف واحد في إيقاف هذا العبث الذي يحصل في القطاع الصحي. يجب أن 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 أن, أن ترفضوا كل تدخلات سياسية، كل من يتدخل في أعمالكم سواء في جانب الطب الوقائي أو في جانب الطب العلاجي أن يتدخل. يجب أن ترفضوه وترفضوا أي تدخلات. يجب أن ترفعوا أصواتكم، يجب أن تقولوا كلمة كلمة بصوت عالي إنه اليوم من سيدفع الثمن هم الأجيال القادمة، هم المواطن البسيط. اليوم عندما تأتي أخبار تقول أن مرض الجدري عاد، فهذا يعتبر كارثة. هذا مخيف جدا، هذا موضوع مخيف جدا. أنا شخصيا أتمنى من كل قلبي أن يكون هذه الأخبار كاذبة. نعم طيب هذه رسالة وجهتها للأطباء. ايضا ما هي الرساله التي ممكن ان توجه للمجتمع للناس لا سيما مع عوده هذا يعني، وان شاء الله يكون الخبر غير صحيح، لكن هناك اخبار متداوله حول عوده مرض الجدري المائي سواء الجدري المائي او غيرها من الاوبئه. استاذ التيسير، ما هي رساله المجتمع في التلافي في تجنب مثل هذه الامراض والاوبئه؟ أنا أيضا أوجه رسالة للمجتمع إنه المجتمع يجب أن يكون على درجة كبيرة من الوعي، أو أن يكون هناك شعور بالمسؤولية. المجتمع يجب أن يشعر بالمسؤولية تجاه ما يحدث. اليوم يجب أننا يعني ممكن أن نفرط في كل شيء إلا نفرط في صحتنا، يعني في الجانب الصحي يجب أن لا نفرط فيه. يجب أن أيضا أن نكون عونا للمجتمع، أن يكون عونا لإخواننا الأطباء. هناك أطباء يعني أطباء نزيهين وأطباء يعني على وهم معظم الأطباء أنا يعملوا بروح إنسانية، لكنهم بحاجة إلى دعم، بحاجة إلى من إلى أن المجتمع يكت معهم ويساندهم بحيث أنهم يستطيعوا أن يوقفوا هذا العبث وهذا التدخل الساخر في القطاع الصحي الذي يحدث من قبل يعني من قبل السلطة الأمر الواقع. فيجب علينا جميعا أننا نفرض هذه الأطباء وأيضا نلتزم بالإجراءات الاحترازية. أنا أقول بأنه يعني هذه الأخبار ربما هي أخبار كارثية ومخيفة جدا، أمراض يعني مر عليها يعني عقود من الزمن تعود الآن من جديد. فهذا أعتبر أنه يعني مؤشر خطير جدا جدا جدا. نعم، مع عودة هذه الميليشيات الحوثية أستاذ التيسير بعد أن عفى عليها الزمن في الإمامة، يعني نتخوف أن تعود كل الأمراض الأوبئة مع عودة هذه الميليشيات الحوثية وعودة الإمامة بثوبها الجديد المتمثلة في الميليشيات الحوثية. شكرا جزيلا لك الأستاذ التيسير السامعي، أحد أعضاء الكادر الصحي والمتخصص أيضا في الإعلام الصحي. شكرا جزيلا لك. وبهذا مشاهدينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج اليوم الثامن. نلقاكم في حلقات مقبلة إن شاء الله تعالى. إلى اللقاء.